بمجموعة Get Ready in Math الخاصة بمرحلة الكي جي 1 والكي جي 2. مجموعة من الكتب مكونة من 3 كتب تم إعدادها وترتيبها خصيصا عشان تكون مناسبة للمرحلة العمرية والسنية اللي احنا بنتكلم عليها في مرحلتي كي جي 1 وكي جي 2 بطريقة فعالة تضمن تفوق الطلاب واستيعابهم للدروس في السنين اللي جاية. تعتبر مجموعة كتب Get Ready for KG1 and KG2 مليانة بالألوان والرسومات اللي بتساعد الطلبة في السن ده أو الأولاد في السن ده إن هما يتشدوا للمادة. في السن ده إحنا محتاجين إن إحنا نبهرهم بالألوان والأشكال والتدريبات اللي تحببهم في مادة الماس واللي تجهزهم وتأسسهم بشكل مناسب للمناهج اللي هيقابلوها في السنين المتقدمة. وطبعا سلسلة Get Ready in Math بتتوافق بشكل أساسي مع الاتجاه اللي حددته وزارة التربية والتعليم في وضع أساس قوي لمادة الماث اللي بتطور من قدرات الطلبة لحل المشكلات الرياضية. معظم أولادنا بيخافوا من مسائل الماث وبيتجنبوها ودايما بتسبب مشكلة بالنسبة لهم، ولكن من خلال كتاب Get Ready هيكون الطلبة متحمسين بشكل أفضل إن هم يفهموا الماث من خلال الألوان والأشكال التوضيحية اللي موجودة في الكتاب واللي بتساعدهم على بناء الثقة بالنفس والقدرة على حل المشكلات. وهو ده الاتجاه اللي تتوجهه وزارة التربية والتعليم في المناهج الجديدة. كتاب Get Ready for KG1 and KG2 بيحتوي على 3 كتب، أو هي مجموعة من 3 كتب. أول كتاب هو Shapes and Numbers اللي بيعرف الطفل على الأشكال والأرقام. تاني كتاب هو الكاونتينج، وده اللي فيه بيتعلم الطفل عد الأرقام والأرقام الفردية والزوجية والأكبر والأصغر. ثالث كتاب هو الماث بيزكس، وده اللي بيتعلم فيه الطفل الجمع والطرح وكل مبادئ الماث. مجموعة Get Ready هي مجموعة كتب تأسيس فيها عدد كبير جدا من التدريبات الأساسية اللي هتساعد على تحسين مهارات الطلاب في الماث. وطبعا كلنا لازم نبقى مدركين أهمية مرحلة التأسيس، لأن دي بينعكس عليها كل المرحلة اللي جاية. لو تأسسنا صح فإن شاء الله كل حاجة هتبقى سهلة. وكمان تقدروا تسألوا على باقي مجموعة Get Ready in Math لكل السنوات اللي جاية من أول KG1 وحتى Brave 1. تقدروا تتواصلوا معنا لمعرفة التفاصيل على رقم الواتساب الخاص بإدارة القناة. وأحب أنوه متابعينا الكرام إن هيكون متوفر على القناة إن شاء الله شرح منهج الماث لبرايمري 3 واللي هيتم فيه استخدام كتاب المعاصر، بالإضافة لشرح منهج القيم واحترام الآخر واللي هيتم من خلال كتاب الوزارة. السلام عليكم، إزايكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فاطمة فتحي، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن Lesson 6 لChapter 2. قبل ما ابدأ درس النهاردة احب افكركم وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من الطلاب. كمان بفكركم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا اول باول. زي ما قلت ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن Lesson 6، واول تايتل معايا اسمه My Heart. My Heart يعني القلب او قلبي. النهاردة هنتكلم عن الهارت. احنا الليسون اللي فات اتكلمنا عن الاستومك واتكلمنا عن الانتستين، النهارده هنتكلم عن الهارت. اول اكتيفيتي بيقول لي read and learn. هنتكلم عن الهارت. ايه الستراكشر اوف ذا هارت؟ ذا ستراكشر اوف ذا هارت او تركيب الهارت. الهارت ده عباره عن ايه؟ it is a muscular organ about the size of your fist. Muscular organ يعني ايه muscular؟ يعني عضلي، يعني مكون من عضلات، جسم عضلي حجمه في حجم الفست. انا قلت الكلام ده قبل كده، لو قفلت ايدك كده اكنك هتضرب حد بالبوكس، هتلاقي ايه؟ هتلاقي حجم ايديك هو هو حجم الهارت بتاعك. طيب القلب ده موجود فين؟ the location of the heart. It is located between your two lungs inside the chest. جوه الشست اللي هو جوه الصدر، الشست اللي هو الصدر. الهارت موجود ما بين two lungs. طيب الهارت ده بيعمل ايه؟ وظيفته ايه؟ It keeps the blood moving through your body
which carries oxygen and nutrients to every part of your body. احنا قلنا ان البلد هو اللي بيشيل النيوترينتس وكمان بيشيل الاكسجين عشان يوزعهم على كل البادي بارتس. طب مين اللي بيمشيه؟ مين اللي بيزقه عشان يروح لكل اجزاء الجسم؟ الهارت. الهارت هو اللي بيزق الدم او بيحركه عشان يروح لكل البادي بارتس. يبقى الوظيفة بتاعت الهارت moving البلد through your body عشان يروح لكل البادي بارتس. طيب تعالوا نعرف شوية معلومات عن الهارت. الهارت is filled with blood when it expands or stretches. يعني ايه؟ البلد بينقبض وينبسط. يعني ايه بينقبض؟ يعني تلاقيه قفل كده على نفسه، والحركة العكسية برضو، وبرضو بيزق كده، يعني بيقفل ويفتح، يقفل ويفتح. عارفين الهارت ده زي ايه بالظبط؟ انت لو جبت ازازة ومليتها مية وجيت رحت عند الازازة من تحت كده، دست على الازازة وطبقتها، ايه اللي هيحصل للمية؟ كلها هتتزق لبره وهتطلع بره. طب لو انت عملت العكس، فكيت ايدك من على الازازة وخليتها مريحة، هيحصل ايه؟ كل المية هتدخل جوه تاني، زي القطارة. عارفين القطارة بتاعت القطرة اللي بنحطها في عينينا؟ لما بندوس عليها كل القطرة بتطلع منها، اول ما نسيبها كل القطرة تدخل جواها. هو الهارت كده بالظبط. هو هنا بيقولك ان الهارت دايما جواه بلد، دايما في بلد جوه الهارت، سواء وهو contracted او expands في بلد جوه الهارت. When the heart contracts or squeezes، لما الهارت بيتقفل كده اكنك قفلت الازازة ضغطت عليها، it pushes the blood out into the blood vessels that run through the body. نفس اللي انا قلته، اول ما بنضغط على الهارت البلد كله بيطلع منه. بيروح فين؟ بيروح لحاجة اسمها blood vessels، اوعية دموية. ايه هي الاوعية الدموية؟ فاكرين الفينز؟ احنا اتكلمنا عن الفينز قبل كده، هي دي blood vessels اللي الدم بيروح لها. يبقى اول ما بنضغط على الهارت البلد اللي جوه كله بيطلع، بيطلع يروح فين؟ يروح للبلاد فيزلز. البلاد فيزلز دي موجودة في كل الجسم، كل الجسم عنده بلاد فيزلز. عملية الكونتراكشن والريلاكسيشن بتاعت الهارت دي هي اللي بتعمل البيتس، ضربات القلب. مش القلب بيقعد يعمل دم 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 دم، ده صوت ايه؟ ده صوت الكونتراكشن والريلاكسيشن. اول ما يتقفل على نفسه يعمل صوت، اول ما يفتح تاني يعمل صوت تاني، يقفل يعمل صوت، يفتح يعمل صوت. فالدم دم دم اللي انت بتسمعها دي الكونتراكشنز والريلاكسيشنز بتاعت الهارت. The heart beats many times per minute. بيعمل الحركة دي كتير جدا في الدقيقة، بيعمل الحركة دي كتير. Each beat push the blood through the body. كل بيت من دول بتزق البلد لكل الجسم. The heart continues to beat for your whole life. الهارت من العضلات اللي بتفضل شغالة طول عمرك، وانت صاحي وانت نايم وانت بتجري وانت بتذاكر وانت بتاكل وانت بتشرب، على طول ما بيقفش خالص. لو الهارت وقف يبقى الشخص ده مات. يبقى الهارت بيفضل يعمل البيتينج او continues to beat for your whole life، طول حياتك. تاني، احنا قلنا ان الهارت ده muscular body، جسمه مكون من عضلة. حجمه السايز بتاعته in the size of your fist، كل واحد على حسب الفست بتاعته بيكون الهارت بتاعه. قلنا انه موجود between the two lungs in the chest، موجود ما بين الرئتين في الصدر. كمان قلنا وظيفة الهارت ده ايه؟ ايه فايدته؟ هو ده اللي بيحافظ على حركة الدم في الجسم. طب احنا عايزين الدم يتحرك ليه؟ عشان يوزع الاكسجين والنيوترينتس على كل الجسم، فمحتاجينه يفضل يتحرك. كمان قلنا ان الهارت ده عامل زي الازازة، دايما مليان بلد، دايما فيه بلد جوه.
سواء contracted أو relaxed دايما بيكون في blood جوه. كمان عرفنا إن الهارت لما بيحصل له squeeze أو contract بيطلع كل البلد اللي جواه لكل البادي بارتس. بتطلع تروح فين؟ تروح في البلد فيزلز، الأوعية الدموية، هي اللي بتشيل البلد وتروح بيه لكل البادي بارتس. كل ما الهارت يكونتراكت أو يريلاكس بيعمل صوت، الصوت ده بنقول عليه الهارت بيتس أو ضربات القلب. الضربات القلب دي أو الهارت بيتس بتحصل أكتر من مرة في دقيقة، بتحصل كتير قوي. وطول ما انت عايش على قيد الحياة الهارت بتاعك بيفضل يعمل البيتس دي أو الكونتراكشنز والريلاكسيشنز. عشان كده دايما بنقول إن عضلة القلب من العضلات القوية لأنها بتفضل شغالة طول ما انت عايش. يعني الناس اللي عندها 60 و70 سنة قلبهم شغال بقاله 60 سنة من غير ما يقف دقيقة واحدة أو ثانية واحدة، شغال على طول، فأكيد دي بتكون عضلة قوية. لو خدنا بالنا هنلاقي إن الهارت مقسوم نصين، نص أحمر ونص أزرق. النص الأحمر ده بيكون مليان بالبلد اللي فيه أكسجين والنيوترينز. البلد بيروح يجيب النيوترينز من الانتستن ويروح يجيب الأكسجين من عند اللنج ويروح يملى المكان ده ويروح للبادي بارتس كلها يوزع عليهم الأكسجين والنيوترينز لغاية ما يخلص كل الأكسجين والنيوترينز اللي معاه. يروح فين؟ يرجع للهارت تاني، بس هيرجع بقى ايه؟ لا معاه أكسجين ولا معاه نيوترينز، مش شايل حاجة، فاضي. يبقى البلد اللي في الجزء الأحمر filled with oxygen، أما البلد اللي في الجزء الأزرق that doesn't have oxygen، مش شايل لا oxygen ولا neutrons. وكمان تقدروا تسألوا على باقي مجموعة get ready in math لكل السنوات اللي جاية من أول KG1 وحتى Prep 1. تقدروا تتواصلوا معنا لمعرفة التفاصيل على رقم الواتساب الخاص بإدارة القناة. تاني عنوان معايا بيقول The path of the blood through the heart. الدم بيمشي ازاي بقى في القلب؟ احنا قلنا ان الهارت هو اللي بيحرك البلد في كل الجسم. طب البلد بيمشي ازاي؟ انا حتى قلت ان البلد بيبقى شايل النيوترينز والاكسجين يروح يوزعها على كل البادي بارتس، بعدين يرجع وهو مخلص كل الاكسجين والنيوترينز اللي عنده ويدخل الهارت تاني. تعالوا بقى هنشوف الكلام ده. أول حاجة الـ blood comes from the body parts to the heart. الـ blood بيجي من كل أجزاء الجسم يروح للهارت. هو رايح ماله؟ فاضي، ده جاي من الـ body parts، يعني خلاص وزع كل الحاجات اللي معاه فهيروح للهارت. الهارت هياخد الـ blood ده ويبعته لمين؟ يبعته لللنج، يقول له روح هات أكسجين. هو المفروض يوزع الأكسجين على الجسم، فالدم جايله من البادي بارتس فاضي، الهارت ياخده ويقول له روح هات أكسجين من عند اللنج. يروح البلد جاي عند اللنج شايل الأكسجين وراجع تاني للهارت. تاني البلد بيروح للهارت وهو معهوش حاجة، يروح الهارت بعته لللنج يجيب أكسجين، ياخد الأكسجين من هنا ويرجع تاني يملى الهارت. يبقى فعلا الجزء الازرق ده مفهوش اكسجين والجزء الاحمر ده هو اللي فيه الاكسجين. طيب البلد رجع خلاص للهارت وهو شايل اكسجين، هيروح فين؟ اول ما الهارت يتملي بالبلد ده يروح عامل ايه؟ يوديه تاني للبادي بارتس، يقول له خلاص روح بقى وزع. تاني البلد كام فروم البادي بارتس تو ذا هارت، مش شايل الاكسجين. طب احنا عايزين اكسجين، يروح الهارت يوديه لمين؟ push the blood to the lung، يبعتها لللنج عشان اللنج هي اللي عندها الاكسجين. يروح الهارت شايل الاكسجين وreturn back to the heart، ياخدوا الهارت بقى ويعمل له bumps to all the body parts. bump يعني يزقه او push، يطلع البلد يوديه لكل البادي بارتس. عارفة ان الجزء ده ممكن يكون تقيل شوية صغيرين، بس الكلام ده لو انا طالبة منك تفاصيل كتيرة او طالبة منك انك تحفظ. انا كل اللي عايزك تعرفه هنا الهارت الستراكتشر بتاعه ايه،
muscular organ والحجم بتاعه about your fist. عايزين نعرف اللوكيشن بتاعه ان هو موجود between the two lungs. الجوب بتاعته moving the blood through the body parts. وهنعرف كمان ان الكونتراكشنز والريلاكسيشن دي بنسميها الهارت بيتس وان الهارت بيفضل شغال طول العمر. عرفنا ان في نوعين من الدم بيكونوا موجودين جوه الهارت، الريد بلد وده بيكون شايل اكسجين، والبلو بلد وده بيكون مش شايل الاكسجين. عرفنا كمان ان البلد بيمشي من البادي بارتس يروح للهارت، فالهارت يوديه لللنج علشان يجيب اكسجين، بعدين لما البلد يرجع للهارت تاني الهارت يزقه ويوديه لكل اجزاء الجسم. ده اللي انا عايزك تعرفه، مش عايزه حفظ، مش عايزه حفظ خالص، انا عايزك تفهم اللي انا قلته عشان لما اقوله تاني تبقى فاكره. بكده نبقى وصلنا لنهاية الدرس السادس. انا عارفة ان ممكن تتضايقوا من الدرس ده تحديدا، وعايزة اقول لكم ان في برايمري 4 و 5 و 6 وكل السنين ما بيحبوش الجزء بتاع الهارت، بس انتوا ان شاء الله هتبقوا شطار والموضوع هيبقى سهل باذن الله. لو في اي سؤال او اي استفسار تقدروا تتواصلوا معايا على كومنتس اليوتيوب او على رقم الواتساب اللي موجود في الديسكريبشن بوكس. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي مع لسون 7.